السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد العمل على هذه الموسوعة لمدة 7 سنوات صدرت ولله الحمد موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم عن مركز تفسير للدراسات القرآنية، موسوعة علمية رصينة اشتملت على 354 موضوعا من الموضوعات التي تناولها القرآن الكريم، مثل الصدق في القرآن الكريم، الصبر في القرآن الكريم، التقوى، الأنبياء في القرآن، إلى آخر هذه الموضوعات. اشتملت على الموضوعات الرئيسية والفرعية والفرعية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، بحيث يجد فيها العالم والخطيب والمعلم والمثقف والإعلامي والكاتب بغيته عندما يريد أن يراجع كيف تناول القرآن الكريم موضوعا من الموضوعات. وقد شارك في إعداد هذه الموسوعة والكتابة فيها 166 باحثا متخصصا في الدراسات القرآنية من أنحاء العالم، كما شارك في تحكيمها تحكيما علميا 100 من الأساتذة المتخصصين في الدراسات القرآنية. وقد حرصنا على تنويع مدارس هؤلاء الباحثين والمحكمين حتى تأخذ هذه الموسوعة صبغتها العالمية، وأيضا حتى يتوازن النظر في هذه الموضوعات من أكثر من زاوية من زوايا البحث العلمي. ولله الحمد صدرت هذه الموسوعة عن المركز في 36 مجلدا فاخرا، وهذه المجلدات مفهرسة حسب الأحرف الأبجدية، يستطيع الباحث أن يجد الموضوع الذي يحتاجه بمجرد النظر في الفهارس أو حتى في غلاف المجلدات. كما أيضا صدرت هذه الموسوعة في تطبيقنا الإلكتروني، بحيث يستطيع أي قارئ أو باحث أن يراجع في هذا التطبيق الإلكتروني نفس المادة العلمية الموجودة في الكتاب. كما أيضا بني لهذه الموسوعة بوابة إلكترونية متخصصة لها، بحيث يمكن التفاعل والتعليق والنقاش حول مواد هذه الموسوعة. ونطمح بإذن الله تعالى إلى تطوير هذه الموسوعة وترجمتها إلى اللغات العالمية بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا من شارك في إعداد هذه الموسوعة وفي التخطيط لها وفي إدارتها وفي إنجازها وفي تحكيم بحوثها، وأن يجزي خيرا الداعم الذي دعم هذه الموسوعة العلمية، وهي مؤسسة الشيخ عبد الله بن زيد الغنيم، حيث تكفلت بتمويل هذا المشروع العلمي الرائع الذي سوف يسد ثغرة في المكتبة القرآنية والمكتبة الشرعية، وسوف يستفيد منه بإذن الله فئام وعدد كبير جدا من الباحثين في العالم الإسلامي، وخصوصا مع إتاحته بأكثر من طريقة مطبوعا وإلكترونيا بإذن الله تعالى. نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب وأن يعين على إنجاز المزيد من المشروعات العلمية في مركز تفسير للدراسات القرآنية.